اليوم الجمعة المصادف 11/5، نحن فوق جبال أراكاز، الموسم اللي نشوف فيها الأغنام والأبقار فوق الجبال. بشهر الثالث، نهاية الثالث، يصعدون على الجبال ويستقرون هنا، يخيمون طيلة فترة الربيع والصيف. الربيع فوق جبال أراكاز، اللي يحب الطبيعة والربيع خلي يسار ويزور أرمينيا بهذه الأيام ويتمتع بهذه المشاهد. ثلاث فصول في نفس المنطقة وفي نفس اليوم. الآن نحن في فصل الشتاء فوق جبال أراكاز، بعد شوية راح ننتقل إلى فصل الربيع، الطبيعة تتحول إلى ربيع. وفي العاصمة يربان تقريبا نقول صيف، أو في أسفل جبال أراكاز آخر السفح أيضا يظهر معالم الصيف فيها. الآن نحن في الغيوم، دخلنا الغيوم اللي فوق الجبال أراكاز، وهذا اللي تشوفوه مو ضباب، هذا الغيم، احنا بداخل الغيوم. يعني هاي فد معلومة اريد نعطيكم اياها، مو شرط واحد بالطيارة يصعد حتى يقدر يدخل بالغيم، احنا بالسيارة دخلنا بالغيوم فوق الجبال أراكاز، ونحن تقريبا على ارتفاع 2300 متر عن مستوى سطح البحر. هذا مو جدار، هذا جدار ثلجي فوق جبال أراكاز. يعني الغيم المطر ما يحتاج يغث نفسه يتعب نفسه، احنا رايحين يم بالغيم داخلين ويده يوقع على راسنا براحته. Hi, hello. Good. View is good. Okay. Yeah. Where are you from? Philippines. Welcome. مستوى الثلج أعلى من السيارة. هسه احنا على ارتفاع، نحن الآن على ارتفاع 3250 متر تقريبا. استغرق يعني ما وصلنا إلى أعلى نقطة نقدر نوصلها بالسيارة فوق الجبال أراكاز. اليوم البحيرة المتجمدة راح نزورها، طبعا بدأت هنا تساقط ثلوج تشوفها أعتقد واضح. الآن نحن على ارتفاع 3200 متر، هنا عندنا مركز بحوث اللي فوق جبال أراكاز، وراح نتقرب أكثر. شوفوا الثلوج المتساقطة، يلا تفضل سلطان، تفضل منا. هسه راح نقترب من البحيرة المتجمدة ونشوفها، بحيرة الحجر أو كاريليتش.